هذا التوقيت يجعلك تنسجم مع الكون. نظام الهرمونات أيها الأحبة، والجسد جسدنا نحن يعمل بشكل طبيعي بنظام يتوافق مع الكون. فأراد الله عز وجل أن ينظم لك وقتك وينظم حياتك ليتفق سلوكك مع ماذا؟ مع النظام الكوني، لتكون جزءا من هذا الكون، وهذا يشعرك بالارتياح والسعادة. كيف تخشع في الصلاة؟ الحقيقة أيها الأحبة، النسبة العظمى منا يصلي وعقله يلهو في مكان آخر، لذلك يكثر النسيان أثناء الصلاة، السهو. فهذه مشكلة الحقيقة كلنا نواجهها. ما هو الحل؟ طبعا نحن ينبغي أن نلجأ إلى القرآن أولا، لأن القرآن هو الدليل الذي يهدينا إلى الصراط المستقيم، يهدينا إلى السلوك الصحيح. أنت تصلي لمن أولا؟ يجب أن تسأل نفسك. تصلي لله عز وجل. هذا الإله إذا لم تستحضر عظمته وقدرته وعلمه، فإذا أنت تصلي كعادة لا تشعر بأي شيء. قبل أن تبدأ بالصلاة ينبغي أن تعلم لماذا تصلي أيضا، يعني لمن تصلي ولماذا، وما هو الهدف من الصلاة، لماذا نصلي، وما هي فوائد الصلاة، ولماذا فرض الله علينا الصلاة. هذه الأسئلة يجب أن تكون في دماغك أخي الحبيب حتى تستمتع بالصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لسيدنا بلال رضي الله عنه عندما يحين وقت الصلاة: أرحنا بها يا بلال. أرحنا أي يعني هذه الصلاة تكون راحة نفسية، هدوء نفسي، طمأنينة لهذا الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام، لأنه فهم معنى الصلاة وفهم الهدف من الصلاة وفهم لمن يصلي وبين يدي من يقف. أول شيء أحبتي في الله يجب أن نعلم قبل كل شيء أن هذه الصلاة هي لمنفعتك أنت أيها الإنسان، لفائدتك أنت ولمصلحتك أنت 100%، لن يستفيد منها أحد غيرك. الله عز وجل غني عن العالمين، غني عن عباده، ليس بحاجة لعبادتك، إنما فرض عليك الصلاة لأن هذه الصلاة لها فوائد كثيرة جدا. أولا الصلاة كتوقيت تتفق وتتوافق وتنسجم مع النظام الكوني، يعني حركات الشمس من الشروق إلى الغروب إلى الزوال إلى كذا، مع هذه الحركات تكون أوقات الصلاة، يعني صلاة الفجر قبل شروق الشمس، عند بداية الشفق، أو عند الخيط الأبيض الأول. صلاة الظهر لها توقيت، يعني عندما تكون الشمس في منتصف النهار. صلاة العصر عند نقطة محددة. المغرب، العشاء عندما يختفي الخيط الأبيض تماما. هذا التوقيت يجعلك تنسجم مع الكون. نظام الهرمونات أيها الأحبة، والجسد جسدنا نحن يعمل بشكل طبيعي بنظام يتوافق مع الكون. فأراد الله عز وجل أن ينظم لك وقتك وينظم حياتك ليتفق سلوكك مع ماذا؟ مع النظام الكوني، لتكون جزءا من هذا الكون، وهذا يشعرك بالارتياح والسعادة. فعندما تدرك أن الصلاة لها هدف عظيم أنت المستفيد منه،
ستحب صلاتك وتتمنى ألا تنتهي، وستقوم إلى الصلاة وأنت يعني لست كسلانا ولست متعبا، بل تنشط إلى الصلاة كما كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم. طيب لمن نصلي؟ يجب أن تعلم أنك تصلي لإله هذا الكون المتصرف القادر على أن يرزقك أو يسحب منك الرزق. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. طيب هذا الإله العظيم يتحكم بكل ذرة من ذرات جسدك، قادر أن يشفيك، وقادر أن يصرف عنك الشر، وقادر أن يصيبك بالشر لحكمة هو يعلمها، والله لا يريد لنا إلا الخير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا رد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. إذن هذا الإله العظيم قادر على كل شيء، فعندما تستحضر عظمة من تقف بين يديه سوف تجد الخشوع بشكل أوتوماتيكي يحدث. الشيء الثالث، يجب أن تتأمل كل كلمة من كلمات القرآن عندما تقرأها. يعني غير معقول أنت تقول اهدنا الصراط المستقيم وصراط الله ليس فيه كذب، ثم بعد الصلاة يتصل بك شخص فتكذب عليه. إذن أنت تكذب على نفسك، لا تكذب على الله، تكذب على نفسك. كيف تقول اهدنا الصراط المستقيم ثم تكذب؟ إذن هذا المعنى يجب أن تستحضره بشكل مستمر. كلما قرأت الفاتحة تتذكر أن هناك مالكا ليوم الدين، عندما تقول مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين تتذكر الملك، تتذكر أن إذا كان هناك حق لإنسان عندك تتذكر أن هناك يوم سيؤخذ حق البشر منك، فتسرع بعد هذه الصلاة، تسرع فتعطي كل ذي حق حقه. إذا استهزأت بإنسان أطلب منه العفو والسماح، إذا أسأت لإنسان حاول أن، إذا مثلا قطعت الرحم أسأت لأحد أقربائك حاول أن تعفو وتصلح وتسارع إلى الخيرات، كما كان أنبياء الله جميعا كانوا يفعلون ذلك، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الشيء الرابع أيها الأحبة، يجب أن تدرك أن هذه الصلاة هي الطريق الأقرب للتواصل مع الله. يعني نحن الآن أحيانا أحدنا يضطر للتعامل مع شخص معين، قد يكون له منصب، قد يكون ذا مال، ذا تجارة أو شيء معين أو سلطة معينة، فتحاول مرارا أن تتواصل معه وترسل له وتحاول يعني. طيب إله هذا الكون الطريق مفتوح، أقصر طريق للتواصل مع الله هو الصلاة. يجب أن تضع في رأسك أنك الآن عندما تريد أن تصلي، مجرد أن نويت، والنية محلها القلب أحبتي في الله كما تعلمون، مجرد أن نويت أن تصلي هذا الوقت يجب أن تعلم أنك دخلت في تواصل مباشر مع الله. لذلك الصلاة سميت صلاة لأنها تصل العبد بربه، وسيلة للتواصل. فأنت عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم أنت تكلم الله، فيجب أن تضع في دماغك أيضا قول الحق تبارك وتعالى: واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إذن الله يذكرك في اللحظة التي تذكره فيها، عندما تقول الحمد لله رب العالمين الله يذكرك. ولكن الفارق كبير، أنت تذكر الله أمام ناس مخطئين مذنبين،
والله يذكرك في الملأ الأعلى بين الملائكة الأخيار الأطهار الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يجب وأنت تقرأ القرآن أن تتدبر القرآن، وأنت تقول الله أكبر يجب أن تفكر بهذه الكلمة، يعني الله أكبر من مشاكلي وهمومي، فتنسى الهموم وتنسى المشاكل وتنسى هذه الدنيا. والشيء المهم هنا أيها الأحبة أنك عندما تصلي لله يجب أن تأخذ بنصيحة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، صلي صلاة مودع، كأن آخر صلاة هي لك، كأن هذه الصلاة ستصليها وتذهب إلى لقاء الله، فستجد أن ذهنك وتفكيرك أصبح منصبا أين؟ على الكلمات التي تقولها، على التسبيح عندما تقول سبحان ربي العظيم، تتذكر أنك تنزه إلها عظيما أعظم من كل شيء وإلها كبيرا عندما تقول الله أكبر، الله أكبر من فلان وفلان وفلان ومهما على فلان فالله أكبر منه. هذا يزيل همك، يزيل مشاكلك، وبالتالي تجد أنك انعزلت عن العالم الخارجي ودخلت في صلة مباشرة مع الله سبحانه وتعالى. هذه نصائح أحببت أن أوجهها لكم أيها الأحبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.